تيخدمو رؤساء الجماعات وداكشي تيستغلو جماعة مدة 20 سنة حتى يتبدل حتى يتغير غير هو ما صافي ولات البلاد ديالو. ولكن ربي راه كبير هاهو حصل وهاهو غادي يودي وهاهو كاين جلالة الملك استدعاه وحيد العزنة ودار استقالة وراه دابا غادي تشرع فيه المسطرة وغادي نشوفوا الأخبار شدة وزر. ولكن بالنسبة لي أنا كمواطن مغربي خصهم يجردوه من جميع الأموال ديالو ما يخليوليش باش يتغطى ولا كانوا عنده شي دراري صغار ولا شي حاجة طالبة ولا شي حاجة اللي غادي يوصلوا ولا الزوجة ديالها نعطيهم واحد السكن اقتصادي لأن الناس كانوا مورفين غير الفيلات الفخيمة وداك الشيء المبديع دابا غادي يعرفوا بحق الدرويش وغادي دكتور ولادو يمكن تخرج منهم شي غلة مزيانة أما هو فاسد وسيبقى فاسد. مبديع اللي كان خاصو شحال هادي أنا اللي عارف الآن هو أنه تعشاقل وكان خاصو شحال هادي تعشاقل لأنه 20 سنة هو في الحياة بن صالح وكياكل فلوس ديال المواطنين وفلوس ديال الدولة والآن مزيان ملي ولا شاب القضية هادي ديال المحاسبة لأنه ولي دار شي حاجة وما قادش على المسؤولية خاص يكون الماستر ديالو السجن. حنا كنعرفو راجل واحد في هاد البلاد هادي ونعم الرجال هو الملك محمد السادس يعني اللي ما لقاش معاه من هو في هاد البلاد اللي غيخدمو معاه يعني هو ديما كيخرج بخطابات وكيخاطب الشعب ديالو وهادي وكيقول لهم بأن إلا لقيتو شي واحد مفسد خاصكم تبلغوا به. الآن بعد الحمد لله تمكنوا منه ديجا السلطة وكنتمنى بأنهم يعطيو أقصى العقوبات وأقصى العقوبات لأنه ديك المدينة ديال الفقيه بن صالح يعني خلاها مدينة عادية ورجعت للوضع لسنوات. هاد مسألة الفساد هنا في المغرب حنا ديجا حنا جيت تحيدنا من ديك الليسته ديال تبييض الأموال ياك ولا لا؟ هذا من جهة. وثم يا أخي علاش هاد الناس اللي في هاد المنصب ديال الوزير السابق هذا كلهم كيديروا نفس الشيء؟ كاين اللي كيتحاسب كاين اللي ما كيتحاسبش. هو هذا جزء من منظومة أخرى كبيرة بزاف مصيبة بأن هاد الناس هادو اللي هما ملحوا الأرض وفسدوا وعيسى بن مريم قال لهم يا ملح الأرض لا تفسدوا فإن الملح إذا فسد لا يصلح. هذه كارثة. أنا كيبان لي باش نخرجوا من هاد الأزمة هادي راه الفساد عندنا خوتي راه كاين في القضاء كاين في بطارات هاد المسائل بلا ما نلقاو نكذبوا على رؤوسنا هادشي كاين. ولكن باش نعالجوه كاننا خصنا نضحيو جينيراسيون كامله ونجيبو جينيراسيون اخرى. اللي كان هاد السيد هذا كان دار هاد الحوايج هادي من حق الشعب المغربي يتابعو ويعتقلو. هادو هو اللي تيحبس المسيره الاجتماعيه والاقتصاديه السياسيه في المغرب. اللي هاد السيد هذا كانوا داروا ناس فيه الثقه وزير وجزء وما بقاش فيه الثقه ودار اختلاسات ودار هاد المسائل هذا من القانونيه في المجرى. دابا واحد المشكله اللي دابا ما كتفهم لياش علاش الانسان تيستمر عاد تعتقل. قلتي دابا شحال قلتي الجواب كل شيء اللي قلتي هي شحال هادي باش هو داير هاد الشيء اختلاسات وهاد الشيء هذا. وليني علاش في النوبه الاولى ملي كناخذوا من النوبه الاولى باش كنجزر الاخوان باش ما يكونوش يبقاو يديروا هاد المسائل الخايبه اللي كتراكم ما نخليوش بنادم استمراريه في الفساد.